السلام عليكم اخواننا متابعينا في القناة في قناتي، اهلا وسهلا بكم، تحياتي من كندا. الاشاعة والنقل الغير صحيح غير امين، سواء كان مقصود او غير مقصود، هو احد مشاكل نقل المعلومة. للاسف يكون دائما ضحية بها اللاجئ الطامح للدخول كندا. في خلال ساعات بسيطة أحدهم نشر فيديو مغلوط قصدا أو غير قصدا بغض الشهرة أو الفائدة الله أعلم، عن إلغاء الكفالات الكنائسية بما يسمى ساح Sponsorship Agreement Holder، وأنه تم تحويلها إلى نوع آخر من الكفالات. للأسف نقل المعلومة خطأ ومقلوب جدا. على اي حال الله يسامح النقل، اتمنى انه يقدم اعتذار، على الاقل يحسن صور تخلاقين امام البقيه، على الاقل ايا كان. انا اوجهها دعوه معلش على قوله الاخوان اهل الشام بالعراق، ما يخالف قدم اعتذار، وهاي مو تجرح كرامتك، بالعكس هاي يزيد من قيمتك امام البقيه. القرار اخواني، احنا نعرف هذا الموضوع صار له قبل فتره، 23/4 مارك ميلر اللي هو وزير الهجرة الحالي اطفت تعليمات لطيفة إيجابية جدا لمن اللي مقدمين ملفات ساح أي كفالة كنائسية خارج كندا، وتم رفضهم بسبب مثلا مشكلة بينهم وما بين الجهة اللي كفلتهم. مثلا الجهة اللي كفلتهم صار عندهم مشكلة، تم معاقبة الجهة اللي كفلتهم ومثلا غلقها من قبل السلطات الكندية، أي مشكلة صارت معاهم سابقا راح حد إلى رفض الملف هذا المعروف، طاهم فرصة الناس لسيد الوزير بارك ميلر، طاهم فرصة أنه يا جماعة نعطيكم 90 يوم حتى تبدلون، أنتوا تبدلون الجهة اللي كفلتكم ساح إلى جهات أخرى، جمعيات أخرى، أما خماسية أو مجتمعية بدون الحاجة إلى وثيقة لجوء. يعني هاي فرصة عظيمة جدا اللي خطيئة مرفوضين، ناس حطوا مبالغ كبيرة وسعة وأيا كان صارت مشكلة بينهم وبين كفلتهم، فيعطيك مجال 90 يوم من تاريخ الرفض مالتك بحيث لك حق تقدم على كفالة كنائسية مجتمعية أو خماسية مجيب خمسة بدون حاجة وثيقة لجوء، فقط ذول المرفوضين. طبعا قرار 23/4 اتصور اتذكر اني 23/4 هو القرار صدر، وقال الوزير اني يعني يوم 7/5 راح اوقعه، بعد اسبوع يعني تقريبا 7/5 تقريبا هيك وقع الرجال. وهذا القرار صار المفعول لمده سنتين، يعني منحة مثل منحة ذول المرفوضين، ورا سنتين يرجع ويقول نفس الوقت القرار اني هذا القرار طبعا موجود على موقع الجهة الكندية، يقول نفس الشيء بأنه ممكن بأي وقت أكنسل هذا القرار. هو في شيء إيجابي، نشكر سيد وزير الهجرة الكندي على هذه المبادرة اللطيفة، وهي حقيقة عدالة لطيفة بأن مساكين هذول الناس قدموا على ملف بقى ينتظر سنة ونص أيا كان، وبعدين فجأة الجهة اللي كفلتها صار عندها مشكلة فطاها فرصة، لأن هو مو مشكلة الكفيل، طاها فرصة. يا أخوان شنو معناته ما تقول لي تم إلغاء الكفالات الكنائسية؟ يعني يجوز ممكن ما أعرف أقول لكم، يعني يجوز مثلاً شبهكم يمكن بدايتها اللي دا ينقل الخبر إنجليزيته مو زينة، واللي هاك أقول له اعتذر رجاءً، اعتذر إن نقلت الخبر، قدم اعتذارك. أنا دكتور رئيس الكعبي بس عن كلامي، رئيس شبكة عراقية كندية معايا، أنا نخبة من المحامين المحترفين، ويعني إحنا ما شفنا بنضحك سوات نكتة، بس اضطريت اسوي فيديو حتى تعمل فائده. قرا اول سطر following هو هذا نفسه تبرر بالبوليسي ذا سبونسر اوف سبيسيفيك بروفيشنال بروفيشنال سبونسر باي سبونسر باي اجريمنت هولدر باك جراوند following the decision to cancel a sponsorship agreement holder صح sponsorship agreement refugee applicants sponsored by صح وهذا يمكن قرا بالبدايه رفض عم عليه. هو ده يقول لك مو هيك اللغه الانجليزيه والقانونية، واحد يقول لك اللي مرفوضين بهال اللي عندهم رفض بسبب الجهة مالتهم. يا اخوان
أرجوكم ولا تترجم ترجمة حرفية. يعني أوكي اللي يترجم ترجمة حرفية أنا أنصحك ما هي، ياخذ هذا الحكي يخلي على شيء تشات جي بي تي ويقول له وضح لي، يوضح له وبعدين يترجمه بالعربي حتى يفهم اللي ما عنده خبره باللغه الانجليزيه. بس ما له حق، لانه انا راح انشر على الخبر كله على نفس الموقع مالتي، بس يا رجاء ما له حق بانه ياذي الناس، ناس خطيه يعني صاعد بالقلق ما له داعي، وكل فتره تجينا شاعه. فاتمنى بانه يراعوا ربهم اللي نقلوا هذا الفيديو الخطا، واذا كان غير قصد، اذا كان هو قاري خطا لا بس قدم اعتذار وقول انا قريت خطا، وهالمره الثانيه لا تصدر فيديو، لا تودي شيء قبل لا تتاكد 100%. يا اخي هاي مصائر الناس. تحياتي، كان معكم دكتور ليث الكعبي رئيس الشوكه العراقي الكندي، وانا رئيس الرسم مركز الكندي العربي التجاري من كندا من ساقة. احنا اليوم تاريخ كت توت اوز داي تو داي May 12, 2024. طبعا انا رجعت للبيت، المكتبه بالبيت، والله العظيم اليوم احد اضطريت اسوي هذا البث المباشر حتى بس يرتاحون جماعتنا، وبالتوفيق ولا تخافوا ماكو اي شيء. مع السلامه.